أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. 4700 طفل يستفيدون من برنامج صحتي في تغذيتي الذي تشرف عليه سنترال دانون في نسخته 15 بالمدارس، ما كشفت عنه أحلام منشقرون المسؤولة عن البرنامج في تصريح لشوف تيفي. وقالت من خلال حفل خصص لإطلاق النسخة الجديدة من خلال البرنامج أن هذا البرنامج يهدف إلى توعية الأطفال في المجال المدرسي من خلال ورشات ودورات تطبيقية تقدم للطفل حول التغذية من طرف الأساتذة. لنسمع لها في هذا الإطار. صحتي في تغذيتي كنحتفلوا اليوم بالدورة 15 ديالو، وصحتي في تغذيتي هو برنامج تغذية والتوعية في المجال المدرسي كيستافدوا به الوليدات الابتدائي اللي كيتراوح السن ديالهم من 6 سنين حتى 13 عام، وكل مستوى عنده الموضوع ديالو وكل موضوع متطرف ومنصوب باش يسهل طريقة الفهم للوليدات. بفضل دونك قلنا 4700 طفل اللي كيستافد بهذا البرنامج، دونك هادشي كيرجع للفرد الاساتذه والاطر التربويه اللي كنبغي نشكرهم بهاد المناسبه باش كينجحوا كيقوموا يعاونونا باش نجحوا هاد البرنامج صحتي في تغذيتي. دونك كنا كان عاده حتى نديروا الاسبوع الوطني للتغذيه في المجال المدرسي، من ان شاء الله من العام المقبل غادي نبداو نديروا كل عام كل شهر موضوع ديال التحسيس باش الوليدات ثلاث سنه كاين دروس ديال التغذيه وباش يبقاو يعقلوا باش في اخر سنه يكون عندهم واحد الباكاج نوتريسيونال. وفابخو منتوج جديد أطلقته تأمينات الوفاء لفائدة زبنائها المقاولين وفي 24 ساعة، يتضمن عددا من الخصائص الجديدة أعلن عن ذلك خلال ندوة صحفية حضرتها شوف تيفي، حيث نقل تصريحا على لسان المدير العام سليمان شيهان أكد أن هذا المنتوج جاء بعد دراسة معمقة لمساعدة المقاولات وتعويضهم بشكل فوري. زينب نمروك حضرت الندوة ومنها هذا التقرير. شركة وفاء أسيغونس نظمت اليوم الاثنين ندوة صحفية أطلقت من خلالها المنتوج الجديد وفا برو. هذا المنتوج وفا برو درناه بعد واحد الدراسة معمقة درناها وجمعنا الناس ديال تي بي او، الناس ديال المقاولين الصغار، وسمعنا لهم وطلبنا منهم اش يتسناو من التأمينات، وهاد الناس اش ينتظروا من التأمين هو أولا التعويض السريع، أنه تيقول لك من تيوقع لهم شي مشكلة حادث في هذا خصو يتخلص دغيا باش يمكن ليه يشري سلعة جديدة ويعاود المحل ديالو باش يكمل الخدمة ديالو، سينو لا ما عنده والو تيبقى على وقف هكاك وفي الآخر تيمشي للإفلاس، الشركة ديالو مشات. النقطة الثانية هو ملي تتوقع حادثة ما تيعرفش اش يدير، يقول لك هذا من عيط شنو هذا وقع لي مع بالليل الحادثه اشتعلت العافيه في المحل ديالو، دونك درنا ان سون دابيل ديال لاسيستونس اللي غيعيط عليها 48 ساعه على 24 ساعه على 7 ايام تيتصل تيجي عنده المحل تيشوف معاه وتيدير معاه الاجراءات ويعمر ليه الديكلاراسيون وباش يسهل عليه هذا. وكذلك تيقول لك بانه المنتوج خصو يكون سهل الفهم ويكون بالعربيه. وفا برو المنتوج الجديد لمؤسسة تأمينات الوفاء يتضمن عددا من الخصائص الجديدة التي وفرتها الشركة للمقاولات الصغرى والكبرى. اليوم تكلمنا على المنتوج الجديد ديالنا اللي هو وفا برو، ومنتوج جديد ديال تأمين الوفاء، وهذا المنتوج موجه للمقاولات الصغرى والمهنيين. الجديد في هذا المنتوج هو خدمات الإنجاد 24 ساعة على 24 و7 أيام في الأسبوع، وكذلك خدمات التعويض السريع. في هذا المنتوج التعويض كيتم في واحد المدة وجيزة اللي هي 48 ساعة، وحنا كنتمناو بهذا المنتوج إن شاء الله نساعدوا المقاولات الصغرى إذا كان عندهم مثلا شي خسائر ولا جميع العوائق اللي ما كتخليهمش انهم يكملوا الاكتيفيتي ديالهم. تأمين الوفاء يعتبر فرعا من مؤسسات التجاري وفا بنك، كما يعتبر واحدا من شركة التأمين الرائدة في المغرب.
والمجموعة البنكية الرائدة في المغرب مجموعة تجاري وفا بنك عززت وجودها ب 26 بلدا عبر العالم بدخولها هذا الأسبوع السوق المصرية بعد إتمام عملية اقتناء 100% من رأس مال باركليز بنك مصر. وفي هذا السياق أكد رئيس المدير العام للمجموعة محمد الكتاني حسب بلاغ توصلت شوفت بي بنسخة منها أن المجموعة كان لها اهتمام منذ سنين بالدخول إلى السوق المصري الذي يندرج ضمن المرحلة الثانية من استراتيجيتها التنموية التي من ضمنها التواجد في افريقيا، وذلك لكون مصر هي بوابة افريقيا الشرقية والمغرب هو بوابة غرب افريقيا. وفي موضوع اخر ونبقى دائما في الشأن الوطني، حيث اطلقت شركة دوليدو الارائد الوطني الافريشة والاتات برنامج التغطية الصحية لفائدة موزعيها وعملائها بشراكة مع مجموعة سهم للتأمين الرائد في التأمينات بالمغرب. مريم الكو تفاصيل. لأول مرة بالمغرب، شركة دوليدو الرائد الوطني للأفرشة والأثاث أطلقت برنامج التغطية الصحية لفائدة موزعيها وعملائها الحرفيين من أجل استفادته من مزايا عديدة، وذلك بشراكة مع مجموعة سهام للتأمين. أعلن عن ذلك خلال ندوة صحفية نظمت صباح اليوم بالدار البيضاء. احنا لاول مره في المغرب دوليدول جات بواحد الفكره جديده، هي التامين الصحي دوليدول للزبناء. هذه الفكره عندنا كيفاش جاتنا؟ اليوم عندنا 1200 مستخدم في الشركه اللي تيخدموا معنا، كلهم عندهم التغطيه الصحيه، لان احنا شركه وتعرفوا بان في الشركه عندنا تكون ابيلا ميوتويل. من المستحيل باش الزبناء ديالنا اللي تيمثلوا المواد ديالنا في السوق واللي تيجعلونا اليوم نكونوا شركة نميرو 1 الأولى في المنتوجات ديالنا في المغرب، ما تكونش عندهم نفس التغطية الصحية. ولهذا جينا بهذا المنتوج مع شركة سهم أسيغانس باش نعطيهم أحسن ما يمكن باش المدخول ديالهم اليومي ديال هاد الزبناء ما عمرو يتحبس. طاحوا مرض ولا وقع لهم شي حادث في العمل ديالهم، الأكثرية منهم تخدموا على راسهم وتخدموا على وليداتهم وعائلاتهم، اليوم تنجيو بهذا التأمين الصحي لهم ولوليداتهم والعائلة ديالهم باش ولو يكون عندهم شي مرض ولا شي حدث وما يمشيوش يخدموا ذاك النهار وما كانش عندهم المدخول من عند الزبناء ديالهم، يكون عندهم ذاك التغطية الصحية اللي هذه تجي تكونبونسي ذاك المدخول ديالهم. هذه التغطية الصحية سيكون من شأنها تمتيع العامل والموزع من تغطية شاملة لمعظم الخدمات الصحية كنفقات العلاج في المستشفيات ورسوم الاستشارات الطبية ونفقات الأدوية، ومن المقرر أيضا دعم نفقات الولادة والأمومة بالإضافة إلى رسوم التحاليل الإشعاعية والمخبرية. احنا اليوم فخورين بعقد الشراكه اللي وقعناه ما بين شركه سهام التامين وشركه دوليدول. هذا عقد الشراكه اللي الهدف منه هو التغطيه الصحيه لشركاء شركه دوليدول، وهذا العقد هذا هو الاول من نوعه في المغرب، لان في العاده كيكون هذا التغطيه الصحيه الشركات كيوفروها المستخدمين ديالهم. أول مرة في المغرب واحد الشركة خدات هذه المبادرة النبيلة اللي كتمثل في أنها تقدم هذه التغطية الصحية ماشي للزومبلوي ولكن للشركاء. هذا وتعزز دوليدول من خلال هذا البرنامج مكانتها كشركة مواطنة تضع العامل البشري في قلب اهتماماتها، وذلك بعد تقديمها لزبنائها منتجات متطورة لتحسين جودة نومهم. وبهذا نكون وصلنا إليكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.